15 ديسمبر 2013 اندلعت معارك عنيفة بين فصائل متناحرة داخل الجيش في جوبا، وخرج الرئيس سيلفا كير يندد بما أسماه محاولة انقلاب، ويتهم نائبه السابق رياك ماشار الذي أقاله قبل 6 أشهر، لكن هذا الأخير ينفي ثم يدعو إلى قلب نظام سيلفا كير ويتهمه بالسعي إلى إشعال حرب عرقية. سرعان ما تحولت عداوتهما السياسية إلى نزاع عرقي تخللته مجازر بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها كير ونوير التي ينحدر منها ماشار، وسقط 10,000 القتلى وتعرض 1,800,000 إلى التهجير، وقدرت مجموعة الأزمات الدولية عدد القتلى ب50,000، يقولون أنه قد يكون أكثر بمرتين أي 100,000 ضحية، وامتدت المعارك إلى عدة مناطق لتستمر حتى اليوم. ورغم أن واشنطن التي حذرت من مخاطر عملية إبادة فرضت أول عقوبات على الطرفين كما حذا حذوها الاتحاد الأوروبي، وتستمر المفاوضات المتعثرة منذ عدة أشهر واتفاقات وقف إطلاق النار منتهكة باستمرار.